إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله. شمسا تشرق في افقي، يا وردا في العمر شذاه، يا كل الدنيا يا املي انت الاخلاص ومعناه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له الا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جازه عنا خيرًا كما جازيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، السادة الحضور، بنات الأعزاء، اجتمعنا اليوم في احتفالية بشخصية هي من أرقى الشخصيات التي تقدم للإنسانية، ولا تزال تقدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هي الأم، الأم التي ربت وبنت وشيدت وعلمت وكافحت وقدمت أغلى ما عندها من أجل أبنائها. هي الأم التي لديها القدرة على أن تضحي بأغلى ما تملك في سبيل أبنائها. وما ينبغي أبداً أن نقتصر في احتفالنا بأمهاتنا على يوم واحد. إن كان الاحتفال بعيد الأم يوم واحد فهذا ابتكار لبلاد فيها جحود وعقوق للأمهات والآباء. أما نحن المسلمين فنحتفل بآبائنا وأمهاتنا على مدار العام كله. على مدار العام كله هناك أبناء يتمنون رضا آبائهم وأمهاتهم، أبناء يحرصون كل الحرص على أن يخففوا آلام آبائهم وأمهاتهم، ولا يرون في ذلك منة منهم عليهم أبداً. أحبابي، نحن ندين بدين عظيم يقدس الأم، بل يقدس الأم والأب ويعلي من مكانتهم. الله عز وجل يقرن الدعوة إلى عبادته وتوحيده بطاعة الأم، بطاعة الأبوين والامتثال لهما، بل يجعل الله عز وجل رضاه في رضا الأم والأب. إذن علينا جميعا أن نحرص على إرضاء آبائنا وأمهاتنا. إرضاء الأب والأم وطاعتهما وبرهما هي قصة تكتبها أنت بنفسك، لكن يرويها من بعدك أبناؤك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فقال: إني رأيت الليلة عجبا، ورؤيا الأنبياء حق، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت فرده بره بأمه. أي أن طاعة أمه وبره بها منع عنه ملك الموت، أي أطال الله عز وجل في عمره سنوات أخرى. يقول أحد العلماء: الحالة الوحيدة التي يرد بها الموت هي بر الآباء، سواء أكان الأب أو أكان الأم.
أحبابي الأعزاء، ما تزرعه أنت اليوم مع آبائك يوما ما سوف تجنيه. يا وردة أم ورا البستان، يا قمري واشبه لك لما شوفك تلبس الفستان، يا طير محلق عالمي وعليا محوطة من الخوف والحرمان، يا أمي يا أمي العالم من غيرك بهتال، وبيكي بشوف الدنيا بالألوان، ياللي حضنك يسيع بالحزن أرتال، ياللي بدونك العيش يستحيل في أي مكان، ياللي بتنوري الدنيا بوجودك، ياللي دنيتي بتضحك بلمعة عيونك، يا ضحكاية بدمة في عيد، يا هنايا بوجودك بتملى حياتي فرح. تملي وياكي تملي وياكي يا أمي، يا أمي يا منورة الكون بالحنان، ما بعرفش غير في حضنك انتي أنام، انتي الحياة والهنا والأمان، وكل ركن في بيتي بيحكي عن حكاياتي وياكي، بحكيلك وبتهديني، وتملي بتحلي وبتراضيني، ولا عمري جيتلك والدموع في عيني وربطيني، ولا يسيع قلبي بمكان غير بوجودك، ولا تتملى العيون غير برجوعك، تملي وياكي شايلاني في عيونك اللي مليانة دفى، بشبهلك في كل صفاتي يشوفوكي يقولوا أنا، وأنا في حبك أقل إزاي أو حتى أشوف غيرك إزاي، بشوف حنانك في كل تفاصيلك حتى وإنتي جايبها للشاي، ده حنان العالم لبنتك وهباه، حبك في قلبي زايد بكتير، في كل لحظة عليا بتمر سنين، في كل أعدايا معاكي بتقلب ليا ذكرياتي، ولا مرة بتنسي حكاياتي، وفي الليل تجيني وأحكيلي، تجيني وتحكيلي أفضل رواياتي، في بطنك شلتيني وفي حضنك الحنان عطتيني، وعلى إيدك كبرتيني وبقلبك حفظتيني، مين زيك فهمني ومن غيرك حسني، ومن اللي حضنه ضمني، ومين اللي حضنه ضمني، ويقولوا حضنك ويستغربوا لما حطك بالعالم في كفة، ده انا بيع الدنيا لاجل ضحكتها، صبرتي وعلى الغلب اتحملتي عشان تشوفيني بحلمي، عشان تشوفيني بكبر وبتعلم، تشوفيني بمشي وبحلم وبتكلم، صبرتي وعلى الغلب اتحملتي خطوة بخطوة معايا، وقلقك عليا وخوفك ويايا، عليكي بأسة ولاقيكي بتحبني، وفيكي بأسة ولاقيكي بتفتكري، أحسن منك عايزاني أكون، شوفيني بحلق جوا الكون، علمتيني أكون في الجو والطير، بإيدك ترفعيني لفوق، وجناحك تعليمي الجناح بيها بطير، فتخافي عليا من الهوى المحمود، ده يا أم ده يا أمي ده منك وبدمك، الدم اللي في وريدي ده دم أمي، الغمزة اللي على خدي واخداها من أمي، ضحكتي دي بتشبه لك يا أمي، كل تفاصيلي بشوفها في عيوني عليكي، بشوف نفسي في لمعة عيونك، الوردة اللي زرعتيها في حياتك، ليا بتعطيها لي بفرحة بفرحة وتقولي عشانك، من يوم ما جيت أنا من يوم ما جيت أنا بدموعك وفرحك كبرتها لي، وتأمنيني إني عليها حافظ، يا أمي ده حزنك ده فرحك دي حياتي، تقولي كبرتها ورعيتها عشانك، لأجل ما تكوني شبهها وتكوني مني وتفاصيلك واخداها، فخليكي بنتي خليكي بنتي وخليني أمك، خليكي شبهي وخليني منك عشان أتخطى أيام حزني بفرحك، فهتأمنيني فبرد بدموع فرحة واندهاش في عيوني، حاضر يا أمي حاضر يا أمي هحافظ عليها، شفتها في عينيكي قبل ما تقوليها، حاضر يا أمي يا اللي حنانك دفاني، اندهاشك ده من حبك الزايد ليا، حنانك وخوفك وطيبة قلبك عليا، فحاضر يا أمي هكبر صفاتك فيا، وأزرع ورود على خدي لأجل يكبر وتشوفيه في يدي، وتكمل حكايتي معاكي بصفاتك مع صفاتي، فحاضر يا أمي أحققلك الأمنية، وتشوفي الوردة بتكبر قصاد عينيكي، وتزرعيها وتكبريها وللعالم تفرحيها بفرحك مع دموعي وياكي، فحاضر يا أمي الأمنية هتتحقق معاكي. من أول كلمة قالتلي مالك؟ وإيه شاغل بالك؟ ومال عينيكي فيها لمعة كام عناية؟ وإنتي حبساها وحاسة ما تطلع وإنتي بين إيديا، إحكي معايا، إيه مغير أحوالك؟ ما صدقت قالتلي مالك، بكيت وأنا بحكي عن مشاكلي وعن كل طبع غالب وعن كل حزن دايب، عادين هتشيل همي وتمسح كل دمعي، وقبل ما امشي تديني نصيحه، وانا من طفلي بقع كل دقيقه، وانا من طفلي بصدق كل جديده، ما هو اصل الوشوش كتير، وانا بقيت بحتار، اللي قدامي طيب ولا مكار، ما بقتش عارفه اختار، لكن والله نصيحتك المره دي ما هتفشى لو اقع فيها للدرجه دي، اكتب عنك ايه واقول؟ ما هو الكلام فيكي غير مقبول، ضعيف مكانك اكبر من انك تتكلمتين في حقي، ولا حتى الف دواني يكفوكي، انا عايزه كل اللي يسمع كلامي يحيوكي، لو بايدي كنت اجيب لك العالم كله بين ايديكي، لو بايدي كنت خفيت عني كل احزاني، او حتى شيل عنك حملك التاني، يا امي يا اجمل شيء في عمري، يا اجمل ورده بتفوح في طريقي، يا اجمل نجمه بتنور ليا كل حياتي، علمتيني اكون قد المسؤوليه واحمي نفسي من الاذيه، علمتيني ادي وطبطب ولو بكلمه من غير مقابل ولا حسبانيه، اتعلمت منك الطيبه وعدم رد
دي مش دي ان، مش بقول الكلام فيكي غير مقبول، حبيت اقول لك شيء معلوم. فاكره يا امي خناقتنا على المصروف والحاجات اللي دايما بتبوظ؟ والله البصه اللي بيها كانت بتدور في بالي الف حكايه وروايه. عملت ايه وانا ما خدتش بالي؟ بقيت بداري وانا مش حاسه بكلامي. لكن والله احلى ذكريات ايام ما كنت في الطيب، وقت الخوف بجري عليكي واستخبى بين ايديكي. امي الجميله واللي دايما معاها حيله بتخرجيني من مشاكلي، ولو حتى كنت كبير بتعدي اي ميل وبتنقذيني. امي القويه واللي دايما حماله اسيه، بتعافر وبتواجه لاجل ما نكون في امان وفي عينيها السلام. اكتب عنك ايه واقول؟ ما هو الكلام فيكي غير مقبول، ولو قالوا مين هي قلت ما فيش غير امي القويه. ودلوقتي هنقدم الجواز بتاعتي لشيماء. الكيسه الاولى من طلبه الصف الثالث لمستر جلال. الحاج السيد محمد السيد. اسرع علي الشعر، شاعرة اسرع.
مبروك.